بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالى نحل هذه المسألة كده. جذر اكس ناقص 7 بيساوي الجذر التربيعي تحت الجذر كله اكس ناقص 7. طبعا لو احنا جينا حلينا هذه المسألة، لو قلنا بتربيع الطرفين، ربنا الطرف ده وربنا الطرف ده، اوكي. طبعا الجذر هنا يروح مع الطرف ده، يبقى لك الطرف ده اكس ناقص كام؟ اكس ناقص 7. لو جينا ربنا الطرفين هنا، هيبقى لك هنا طبعا جذر اكس باكس يبقى ناقص 14 جذر اكس زائد كام؟ زائد 49. يبدأ حل بقى كده هذه المعادلة كده، حتى الاكس مع الاكس وكده يعني. لو انت جبت هنا الاكس مع الاكس، هتلاقي هنا ان السالب 14 جذر اكس زائد 49 هيساوي كام؟ هيساوي سالب 7. الاكس دي هتروح مع الاكس دي، اوكي. كلام جميل. بعد كده عندك ايه؟ بعد كده عندك سالب 14 جذر اكس يساوي، ودي السالب 9، ودي 49 مش رقم خلفه، يبقى سالب 7 ناقص 49، يبقى سالب 14 جذر اكس يساوي كام؟ 7 زائد 9 هيكون عندك هنا 16، يبقى عندك هنا كام؟ 56. مظبوط كده. هنا السالب، السالب ده داره مع السالب ده، يبقى انت عندك جذر اكس بيساوي كام؟ بيساوي 56 على 14. يبقى انت عندك هنا جذر اكس بيساوي كام؟ بيساوي 4 × 4 = 16، بيبقى فيها الاربعة، صح كده؟ اوكي. يبقى الاكس بيساوي كام؟ الاكس بيساوي هنا بيساوي 16. تعال اتأكد كده ان الحل ده صح ولا لا. كده عودا في المعادلة الأصلية عندك هنا، اللي هي كانت عندك جذر اكس ناقص 7 يساوي جذر اكس ناقص 7، ده كله تحت الجذر. عودا على الاكس كده في 16، طبعا جذر 16 هنا كام؟ 4، يبقى 4 ناقص 7 يساوي هنا كله تحت الجذر هنا 16 ناقص 7. طبعا هنا سالب 3 وهنا كام؟ وهنا بيساوي 3. طبعا سالب 3 تساوي سالب 3، طبعا ده كلام خطأ. يبقى عندك هنا الحل، هنا يكون ايه؟ الحل هيكون 5. اذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.